دكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب. إلى أبناء وبنات مجتمعنا، نحن نمر في أزمة كبيرة، نأمل من الله أن تكون لفترة قصيرة، ولكن ما سيحدد ذلك هو كيف سنتصرف، والأهم هو أننا نحب ونرغب أن نحافظ على أنفسنا وعلى من نحب من العائلة المقربة والمجتمع بشكل عام. ولكي نمر بهذه الأزمة على أسرع وقت وأن تكون عدد الحالات قليلة، لا بد لنا أن نستمع ونطبق التعليمات. لذلك بداية والأهم هو أن نبقى في البيت، نبقى في البيت حتى نحمي أنفسنا ونحمي من نحب، ومن ثم نلتزم بالتعليمات الأخرى بما فيها غسل اليدين، عدم المصافحة، وبالطبع بناء على التعليمات الأخيرة هي لا توجد أي أنواع من الفعاليات الجماهيرية بما فيها الأفراح والأتراح، بما فيها المقابلات المختلفة التي يكون فيها أعداد كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون هنالك تفكير خارج الصندوق بخصوص الاحتياجات الضرورية مثل المشتريات في مناطقنا العربية، فلابد أن يكون هنالك إمكانيات الإرسال إلى البيت. دمتم بخير.